الدورة التدريبية هي دي فيما يخص الإعلام الجمعياتي. مش نحكيه على الجانب القانوني لتغطية الحملة الانتخابية فيما يخص الانتخابات التشريعية. حبينا نبينوا معناها إشنية النظام الاقتراع الجديد، صلاحيات معناها المجلس النيابي أو صلاحية النائب، وكذلك ما يجب أن يلتزم به معناها الصحفي في تغطيته للحملة الانتخابية من خلال معناها القرارات اللي صادرة في الأجيال معناها هذه في الوقت الحالي بالنسبة للهيئة العليا المستقلة للانتخابات، وكذلك معناها هيئة الاتصال السمعي البصري. وحبينا معناها نشوفوا كيفاش معناها نتجنبوا التضارب اللي صاير والازدواجية اللي صايرة في القرارات، وكيفاش معناها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات تأول ولايتها ولا صلاحياتها في مراقبة معناها وسائل الإعلام في تغطيتهم للحملة الانتخابية، والهيكا معناها من جانبها زادة ترد بقرار معناها توجيهي تقريبا هو قرار موازي لنفس ما أقرته الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. ففي خضم هذا معناها الصحفي سيدخل في من الناحية القانونية سيدخل معناها في ربما غموض كبير في الازدواجية معناها النصوص. فحبينا نبينوا إلا نوضحوا على الأقل الصورة باش يتم العمل وإلا الالتزام بالقواعد القانونية المنظمة لتغطية الحملة الانتخابية. أهمية الدورة هذه تجي في ظرف سياسي استثنائي وفي تغيير يعني للقانون الانتخابي من الاقتراع على القائمات للاقتراع على الأفراد، وهنا يتنزل يعني في دوائر صغيرة، هنا يجي دور الإعلام إذاعات الجمعية لإذاعات قرب في علاقة مباشرة بالمواطن ما هوش على مستوى الوطني. إذن دور الإعلام الجمعيات والإذاعات الجمعيات باش يكون أكثر من قبل، لأنه أقرب للمواطن وأنه يلامس مشاغل المواطن ولأنه مطلع أكثر من غيره حتى على المرشحين في الجهة متاعه. أبرز ثلاثة نقاط باش تكون تغطية متوازنة التغطية متوازنة سواء بالنسبة للإذاعات الجمعيتية وغيرها، هي مبدأ الموضوعية، الدقة، الإنصاف والحيادية اللي هي أساس أخلاقيات المهنة الصحفية. الحياة فهم. الحياة فهم. زهرة الحياة.